تسأل جنابكم طبعا تذكر تقول هل من الممكن انه البس الطفلة ملابس الذكور وبالعكس للحاجة يعني مثلا لانه ما عندها غير ملابس مثلا بهالقبيل او لا عندها ملابس اناث وعندها ملابس ذكور لكنها هي اللي نعم تستعمل ملابس الذكور ناخذها على الامرين ملابس الاناث للذكور بلي البنات والأولاد صغار يعني مثلا دون سن التكليف هي ذاكرة على أنه عندها أطفال فالأطفال يعني دون سن التكليف لا إشكال في أنه كل واحد يتبدل ويا الثاني في الملابس لكن إذا لا صار مميز أو عبر تكلفت البنت أو تكلف الولد نعم. هنا لا يجوز لأن يصير من باب التشبه بالنساء أحسنت. أو النساء بالرجال أحسنت شكرا لكم سيدنا الله.